إخواني التلاميذ، الآن مع درس ثنائي القطب RL. كما رأينا في الحصص الماضية، ثنائي القطب RC، ثنائي القطب RC شنا مقاومة R، موصل أو مي عندو مقاومة R، ثنائي القطب عندو توتر U R. العلاقة اللي كتجمعهم أن U R تساوي R E. وشنا كذلك ثنائي القطب المكتف، يعني عندو مدخل ومخرج A B، باش كيتميز بالسعة C ويشحن ب الشحنة Q. عندو تيار اي وعندو توتر. العلاقات اللي شنا مهمه، اي سي شنو كيساوي اي سي؟ اي سي كيساوي كي على سي. وشنا كذلك علاقه مهمه، اي كتساوي دي كي على دي تي. وشنا كذلك علاقه اخرى، ان اي شنو كتساوي سي دي اي سي على دي تي، مشتقة التوتر اي سي بالنسبة للزمن. هذا فيما يخص ثنائي القطب اخ سي. الان ان شاء الله سنرى ثنائي القطب اخ ال. نبدا اول فقرة بتعريف الوشية. شنو هي الوشية؟ تعريف ديال الوشية. دونك اول فقرة الوشية، الوشيعة شنو هي؟ ثنائي قطب. الوشيعة بوبين، فرنسي بوبين، ثنائي قطب يتكون من سلك موصل ومعزول ملفوف حول أسطوانة عازلة، أسطوانة عازلة. بماذا تتميز الوشيعة؟ تتميز الوشيعة بالمقاومة الداخلية بتي آر، وحدتها الأوم، وبمعامل التحريض ال وحداته هنري. إذن شنا تعريف الوشيعة؟ شنا بماذا تتميز الوشيعة؟ بمعامل التحريض ال ومقاومة الداخلية بتي ار. الرمز ديالها، رمزها كاين هذا الاصطلاح، ها هو الرمز ديالها، كتميز بال و ار، وهذا التيار اي، وهذا التوتر يو ال. وكي تدير الاصطلاح حتى هو صحيح، تدير معامل التحريض بوحدو وتدير المقاومه بتي ار الراسها حتى هي صحيحه. دونك ثنائي قطب عنده مدخل ومخرج، دخول التيار وخروج التيار، وعنده واحد التوتر بين مربطي اي ال. هذا هو الرمز ديال الوشيعة. التوتر ديال الوشيعة، التوتر بين مربطي الوشيعة التوتر بين مربطي الوشيعة
يعني في التيار المتناوب، في التيار المتناوب U L شنو هو؟ هو L D I على D T زائد المقاومة الداخلية R E. إلا هو قال لي خص تالي بدهن ينتابهو، إلا هو قال لي المقاومة، إلا هو قال لي في التمرين المقاومة الداخلية لواشية، المقاومة الداخلية لواشية مهملة، لواشية مهملة، إذن R يساوي صفر. إذن هنا هذا يساوي زيرو. إذن شنو يصبح U L؟ يصبح U L شنو هو؟ هو L D E على D T. هذا في النظام المتناوب، يعني التيار المتناوب. إلا هو قال لي في التيار المستمر، تنبدي انتبهوا لهذه الملاحظات، في التيار المستمر يعني كيف التيار المستمر؟ ان ان التيار اي اي دو تي يصبح ثابت كونستانت. ماذا يعني؟ يعني ان المشتقة ديال اي على دي تي، مشتقة اي بالنسبة للزمان تساوي صفر لان اي اصبح ثابت. ومنه U L اللي كان يكتب على شكل L D E على D T زائد R E. إذن في التيار المستمر شنو اللي عندنا؟ عندنا U L كيساوي L grand D E على D T زائد R grand E. وبما أن E كونستانت إذن هالمشتقة كاملة شحال كتساوي زيرو. إذن صبح التلاميذ ينتبهوا لهذه الملاحظات، U L يساوي R E. إذا ماذا نلاحظ؟ أو ماذا نستنتج؟ إذا هذا في تفكرنا في قانون أوم، في قانون أوم. إذا ماذا نلاحظ؟ نستنتج أن، أو ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الواشية تتصرف، تتصرف كموصل، كموصل أومي، كموصل أومي. مقاومته آخ. إذن في التيار المستمر الواشعة تتصرف كموصل أومي ديال المقاومة بتي آر. نمشيو دابا دراسة دور ديال الواشعة أو تأثير ديال الواشعة. فقرة أخرى، شو التأثير ديال الواشعة في الدارة؟ تأثير الواشعة في الدارة الكهربائية، تأثير الواشعة في الدارة الكهربائية. نعتبر التركيب التجريبي، نعتبر هذا التركيب التجريبي. نعتبر هذا التركيب التجريبي. ندرسو دابا تأثير الواشعة في الذرة الكهربائية. نعتبر هذا التركيب التجريبي. إذا شنو عندنا؟ عندنا مولد وواشعة ومقاومة وجوج مصابيح، واحد سمينا L1 واحد سمينا L2. هنا ندرسو جوج حالات. الحالة الأولى، ندرسو الحالة الأولى الحالة الأولى
عند غلق قاطع التيار، عند غلق قاطع التيار. إذا في الأول ما كانش تيار، في الأول ما كانش تيار، عند غلق قاطع التيار غادي يولي التيار. شو كتسمى العملية؟ كتسمى إقامة التيار، كتسمى العملية إقامة التيار. علاش؟ حيت التيار ما كانش في الأول، وعند غلق قاطع التيار غادي يولي التيار في الدارة. إذا شو كتسمى هذه العملية؟ إقامة التيار الكهربائي، بحال المكتف، كتسمى عملية شحن المكتف. شو كنلاحظوا هنا؟ شو كنلاحظوا؟ ملي تنغلقوا قاطع التيار، نلاحظ أن المصباح، أن المصباح L2، هذا المصباح L2 يضيء بعد مدة وجيزة من إضاءة المصباح L1. كيفاش؟ ملي تنغلقوا قاطع التيار، شنو كنلاحظوا؟ أن المصباح L1 يضيء مباشرة، بينما المصباح L2 يضيء بعد مدة وجيزة، يعني تأخر. إذا شنو ممكن نستنتجوا من هنا؟ الاستنتاج شنو هو؟ هو أن الوشيعة تؤخر إقامة التيار في الدارة الكهربائية. إذا نستنتج أن الوشيعة، التأثير ديالها هو الوشيعة تؤخر إقامة التيار الكهربائي في الدار. دابا إخوان التلاميذ أمشيو للحالة الأخرى، عند فتح قاطع التيار، أنفتحو قاطع التيار. إذا عند فتح قاطع التيار، الحالة باء، الحالة الثانية، عند فتح قاطع التيار، شو كتسمى العملية؟ كتسمى انقطاع التيار أو انعدام التيار. انعدام التيار يعني كيفاش؟ في الأول كانت الدارة مغلقة، يعني ولا التيار، ملي غادي نمسحوها شنو غنلاحظو؟ التيار غادي ينعدم. دونك شنو كتسمى العملية؟ انعدام التيار. بالمماثلة مع المكتف كتسمى تفريغ المكتف. شنو كنلاحظو؟ شنو كنلاحظو؟ عند فتح قاطع التيار أن المصباح L2 ينطفئ بعد مدة وجيزة من انطفاء المصباح L1. كيفاش؟ في الأول كان المصباح L2 شاعل و L1 شاعل، ملي كنا غرقنا الدارة، ملي تفتحو قاطع التيار شنو كنلاحظو؟ ملي كنفتحو قاطع التيار شنو كنلاحظو؟ أن L1 مباشرة كينطفئ، بينما L2 تيصبر واحد شوية عاد تيطفى، يعني ينطفئ بعد مدة وجيزة. شنو ممكن نستنتجو من هنا؟ نستنتجو شنو؟ أن الوشيعة تؤخر انعدام التيار الكهربائي في الدار. إذا خلاصة القول يمكننا نقوله عن تأثير ديال الوشيعة، خلاصة القول أن الوشيعة تؤخر إقامة وانعدام التيار الكهربائي في الدارة. إذا بغينا نكبروا المفاهيم
وشكون مسؤول على التأخير؟ وذلك ناتج، نبغي نكبر المفاهيم، شكون مسؤول على التأخير ديال الإقامة وانعدام التيار؟ وذلك ناتج عن المقدار ال دي اي على دي دي. اذا شنو تعريف ديال الوشيعه؟ شنو بماذا تتميز بالمقاومه بتي ار ومع عمل التعريض؟ شنو الدور ديالها؟ ان الوشيعه تقاوم او تؤخر اقامه وانقطاع التيار في الذره، وذلك ناتج عن المقدار ال دي اي سور دي دي. دابا نمشيو الطاقة المخزونة في الوشيعة. كما قلنا سابقا أن المكثف يخزن طاقة كهربائية، الوشيعة لا، الوشيعة تخزن طاقة مغناطيسية، طاقة مغناطيسية انرجي مانيتيك. المكثف يخزن طاقة كهربائية، في تخزنها يخزنها بين لبوسين. أما الوشيعة فهي تخزن طاقة مغناطيسية في تخزنها في الفضاء، تخزن طاقة مغناطيسية في الفضاء الخارجي المحيط بها، عكس ديال المكثف اللي تخزنها بين لبوسيه، الوشيعة لا، تخزنها في الفضاء الخارجي المحيط بها. التعبير ديال الطاقة، تعبيرها ام، شنو هي؟ انرجي مانيتيك على دو تي، على طاقه ضد زمن، هي ان دومي واحد على جوج ال اي او كاري، حتى دي اي دو تي. دونك التعبير ديالها او ام شحال كتساوي؟ واحد على جوج ال اي او كاري، الوحدات الطاقه بالجول مع التحريض بين هنري و اي بي الامبير. الى قال لي في النظام الدائم او الطاقه القصويه، الى قال لي الطاقه القصويه اذا او ام شنو عارف احنا؟ هي واحد على جوج ال اي كاري. اذا باش تكون او ام ماكس، باش تكون قصويه ال ثابته في الحاله عندنا حنا، اذا اي خصها تكون قصويه. اذا شنو الصيغه ديالها؟ هي واحد على جوج اي ام ماكس، هذا هي التعبير ديال الطاقه القصويه. اذا هذا ما يخص الفقره الاولى من الدرس. نمر دابا الى الفقره الثانيه. الفقرة الثانية ألا وهي استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر صاعدة. على فكرة كنا تنقولوا في المكثف استجابة قطب التوتر صاعدة هي عملية الشحن. بالنسبة للوشيعة تنقولوا بحال عندنا إقامة التيار في الدارة، إقامة التيار في الدارة. أول حاجة تنشوفوا بعدا التركيب التجريبي، واش غنشوفوا؟ غنشوفوا وشيعة هاهي عندها معامل تحريض ال ومقاومة داخلية، خصنا نبداو نتابعو ال اغ، وعندنا كذلك موصل اومي اغ، وعندنا كذلك قطع التيار كان،
وعندنا مولد جينيراتور يتميز بالقوة الكهرومحركة أ، مثلا عطانا المنحة ديالو. ها هي الدار. دابا حنا اللي تهمنا هو غلق الدار، عند غلق قاطع التيار ك، عند غلق قاطع التيار ك، إذا الدار تولي مغلقة. إذا هنا خصنا ننتبهوا للمسألة، في الأول ما كانش التيار، ومني غادي نغلقوا قاطع التيار الواجهة أتأخر قاطع التيار في الدارة، إذا عند تي إيكال زيرو راه التيار في الدارة باقي ما كانش. علاش؟ وذلك لأن الواجهة تؤخر إقامة التيار. نعم أكد الفكرة، في الأول قبل غلق الدارة ما كانش التيار، عند غلق قاطع التيار، إذا ها هو التيار جاي، الواشعة تؤخر، إذا عند تي إيكا زيرو ما كانش التيار، إذا إي عند زيرو شحال كتساوي زيرو، وذلك لأن الناتج على أن الواشعة تؤخر إقامة التيار. إلا هو قال لي وجه الدارة، إلا قلت في التمرين توجيه الدارة، ماذا يعني؟ هو تحديد منحة التيار والتوتر. حنا قلنا في الدروس السابقة أن إي و أو نفس المنحة، أو التيار يخرج من القطب الموجب، وهي إي المولد، أما يو إل يكون متعاكس. علاش؟ اصطلاح مستقبل، إي هو متعاكس اصطلاح مستقبل يو إر. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن في النظام أن في اصطلاح مولد يكون التيار والتوتر للتيار للتيار و أ نفس المنحة، وهنا متعاكسين. إلا هو قال لي الفقرة الأولى أعطي المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار إي دو تي. نفس الطريقة اللي شفنا في الدروس في الدرس ديال الإكس سي، نفس الطريقة نديروها نقولوا حسب قانون إضافية التوترات، يو إل التوتر ديال الوشعة زائد التوتر ديال الموصل الأمي يو إر شو تيساوي؟ إذا كان مولد غنديرو أ، إذا ما كانش غنديرو يساوي صفر. يو إل حنا شفنا في الحصة الماضية شنو تعبير يو إل، شنو هو؟ هو ال دي اي على دي تي زائد ار اي، وخص التلاميذ ينتبهوا واش كاينه بوتي ار زائد التوتر ديال من ديال الموصل الامي ار في اي تساوي او. اذا ال دي اي على دي تي من دي لاوالو زائد دي ار عندي اي كتعاود نعمل بها، نعمل نسبق هذا كرون ار بتي ار ونعمل نعمل بي، ها هي شوف تبقى ليا او. هنا الطالب هو بين امرين، اي مي يقسم على ال جواب صحيح، اي مي يقسم على ار بلس بتي ار. حنا نقسمو نقسم على ار بلس بتي ار. علاش؟ حنا نشوفو علاش، شحال غتجيني هنا؟ غنقسم هادي كلها على ار بلس بي تي ال على ار بلس بي تي ار، دي اي على دي تي، هاهي، زائد هادي نقسم على ار بلس بي تي ار، طير ليا، تبقى ليا هي الاي، غنختزل، وشنو غادي نلقى؟ عاوتاني كذلك غنلقى او على ار بلس بي تي ار، وهادي هي المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار، بمعنى خصني نلقى فقط هي الاي. نلقى هي الاي فقط، هي المعادله التفاضليه التي تحقق شده التيار. الخطا اللي تيديرو التلاميذ ماشي خطا، ولكن تعوضوا هاد المقادير، لا من الاحسن ما نعوضوش. حنا الان غادي نلاحظوا غنسميو واحد هاد الثبيته غنسميوها طو، تنشوفوا في الفقره السابقه علاش سميناها طو. هي ان على ار بلس بيتي ار، وعاوتاني ار توتال يعني المقاومه ديال الدار كامله
هي المقاومه ديال المولد زائد المقاومه ديال الوشيعه. دونك ما نعوض حتى يقول لي في التمرين عوض، ولكن من الاحسن نخليوها هكا. علاش؟ باش كتكون معطات ب الباراميتر الداره، يعني كتبت باراميترات يعني بدلاله او و ار و ال و بت ار. اذا هذه المعادله التفاضليه التي تحققها اي. فقره اخرى، الى قال لي الفقره الثانيه، الى قال لي المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر UR بنفس الطريقة اللي شفنا في الدروس السابقة كتعاود، نفس الطريقة نقولوا حسب قانون إضافية التوترات UL زائد UR يساوي صفر. هنا خصني ننتبه، دونك أنا باغي UR، دونك هذا ما نقيسوش، نمشي نعوضو UL. UL شنو هو؟ هو L دي على دي تي زائد، هنا خصني ننتبه واش كاين المقاومة الداخلية ولا ما كايناش. دابا حنا نعتبروها كاينة R I زائد UR، ها هو شنو يساوي؟ يساوي صفر. دابا الإشكال اللي عندي هو أن هاد I خصها طير، يعني خصها تولي بلاصتها R UR. شنو غنقول؟ حسب قانون أو UR شنو يساوي؟ يساوي R في I. ماذا يستلزم؟ أن إي ديالي شو كتساوي؟ يو آر على آر. احنا لقينا هاد إي، هاهي قالت لي هادي، غادي نحسبو المشتقة ديالها دي إي على دي تي. درت خطأ، أعتذر. يو آر على آر، أعتذر. دونك إي هي يو آر على آر. دونك أنا عندي المشتقة، نمشي نحسبو المشتقة ديال دي اي سوغ دي تي. اغ منشقهاش، علاش؟ لأنها ثابتة وكاين الضرب. هاهي نخليوها برا، منشقهاش ونشقو هي يو اغ، شنو غتولي؟ دي يو اغ دي تي. إذا ها هي اي ديالي وهي المشتقة ديالها. دونك شنو غندير دابا؟ غنمشي نعوض، شنو غادي نلقى؟ نعوض هنا. إذا ال ديالي نخليه ها هو، نعوضو دي اي سيغ دي تي، هادي هي واحد على اغ في دي يو اغ على دي تي زائد اغ، نعوضها تاني يو اغ ديالي، عفوا نعوضو اي ديالي يو اغ على اغ زائد يو اغ، ماذا يساوي؟ صفر. نقدها، الف واحد هي ال على R في المشتقة ديال UR على DT زائد، أنا كنلاحظ أن UR كتعاود، نعمل UR كتعاود، غتبقى لي R على R زائد واحد في UR. شنو درت؟ عملت باش بUR، شحال كيساوي؟ أعتذر، درت خطأ، يساوي E، أعتذر. يساوي أه، علاش؟ أنا نخدم حنا في إقامة التيار، يعني كاين مولد. إذا شنو غادي نلقى؟ يساوي أه. هنا غندير واحد المقامات إل على إغ في دي يو إغ على دي تي، واحد المقامات إغ بلس بوتي إغ مقسوم على إغ، هنا واحد المقامات في يو إغ شنو تيساوي؟ أ. دابا كتبقى الحساب، هما شنو طالبين؟ أنا مثلا بغيت نبين هاديك الطو اللي قلنا إل على إغ بليس بوت إغ، خصني هنا فين غنضرب؟ غنضرب في إغ باش طير، أول مرحلة غنضرب في إغ. دونك هنا غنضرب في إغ، غطير إغ مع إغ، شنو غادي نلقى؟ غنلقاها إل دي يو إغ على دي تي. هنا كاين اللي كنضرب في اغ، تمشي هاد اغ مع اغ، شنو تبقى ليا؟ غتبقى لي اغ بلس بوتي اغ في يو اغ. هنا كاين كنضرب في اغ، هاي خص كلشي نضربو في اغ، وعاوتاني نقسم على
R plus petit R. شو غادي نلقى؟ القى N على R plus petit R دو R على الدي تي زائد هنا R مع R plus petit R مع R plus petit R غتبقى لي UR. شو كيساوي كذلك؟ نقسم عليها R E على R plus petit R. وهذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UR. إذن على التلميذ باش يستافد خصو يعاود هالمعادلات ويحاول ينجزو من راسو باش يشوف واش شد المنهجية ولا لا. إلى هنا تنتهي حصة اليوم. إلى حلقة أخرى من درس RL اللي غنشوف فيها إن شاء الله حل المعادلة التفاضلية. وإلى اللقاء وبالتوفيق.